السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من Call to Arms. طبعا لعبة Call to Arms لعبة قديمة موجودة من زمان على ستيم، بس الحين حنجرب مع بعضنا DLC واللي هو اسمه Gates of Hell Ostfront. Gates of Hell Ostfront هذا DLC حيصدر خلال السنة هاي القادمة 2021. من المفترض انه يكون ان شاء الله ب 2021، ان شاء الله ما يكون في تاخير او تاجيل، بس انه بصراحه الدي ال سي كثير حلو وانا جدا متحمس له. بس قبل ما نفوت بالدي ال سي وقبل ما نبلش باللعبه وقبل ما نشوف كل شيء، خلينا نقول لكم انه اللعبه هي من تصميم، اذا حدا ما بيعرفها واللي حدا بيشوفها، اللعبه من تصميم باربد واير ستوديو وديجيتال مايند سوفت طبعا، ونشر ديجيتال مايند سوفت. هلا اللعبة اذا انتم ما بتعرفوا مين ديجيتال مايند سوفت، ديجيتال مايند سوفت طبعا عندهم مجموعة من الالعاب اللي هو منها مين اوف وور او مين اوف وور، هي واحدة من الالعاب اللي هن عملوها، وطبعا مين اوف وور يعني معروفة جدا جدا. فشكلهم على ما يبدو انه هلا طلعوا هذا بالفرنشايز الجديد اللي هو كول تو وور بنفس المبدا تبع مين اوف وور، بس بروح جديدة بأفكار جديدة. طبعا عم تحكي هون يعني هذا الدي ال سي عم يحكي على الجزء او على روسيا، منطقة روسيا. حنبلش مع بعضنا نحن. طبعا اول وحدة اللي هو بوت كامب هو عبارة عن تدريب، فما رح نفوت فيه، رح نبلش مباشرة مع الفيرست ميشن. وخلينا نروح ايزي حتى ما نطول فيها كتير، وعطيه فوق وفور بلا 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 وروح له. The official story, as published in 1941, mentions just 28 men defending their position to the last man and claiming 18 German tanks destroyed and many German soldiers killed. They were collectively declared heroes of the Soviet Union. After the war, a number of monuments were built in honor of the 28, who became known as Panfilov's men. They still feature in the municipal anthem of the city of Moscow. In this mission, you will be put in their shoes to defend Dubosekovo station against the advancing Germans and hold the line for the motherland. Okay, نحن بهالمهمة حنلعب بهذول 28 شخص ونحاول نعمل اللي عملوه على أرض الواقع. طبعا نحن عم نلعب لعبة والمفروض تكون أسهل، فتخيلوا أنتوا الجو اللي كانوا عايشينه هال 28 شخص وهن عم يتحاربوا من قبل جيش كامل. عن جد يعني شيء رهيب، يعني ممكن احنا لا عم نلعب لعبة ونتفرج عليها هيك، فشايفين امرنا جدا سلس جدا سهل، بس بالواقع تخيل واحد يكون بهيك موقف. اوف عن جد يعني يستحقوا الاحترام بغض النظر عن الناشوناليتي، بغض النظر عن الافكار، بغض النظر عن الهدف. 28 شخص مقابل جيش كامل بيستحقوا التحيه اعتقد. في ايوه طبعا. هاي مثل ما شايفين هاي الخريطه، هاي القريه اللي احنا لازم نحاول نحميها، لازم نحمي هذا المنطقه من هون ومن هون. حاول انه ما يخلون يجوا ابدا يقربوا لجوا. حيجينا دعم من هذا المكان، بس دعم جدا بسيط جدا خفيف. حتشوفوا هلا شو هو هالدعم.
انا كنت انا فعلا استمتعت يعني بألعاب من اوف وور، كانت جدا ممتعه وكانت جدا مشوقه، حتى اني لعبتهم تقريبا كلهم وخلصتهم كلهم وعدتهم اكثر من مره وانا مستمتع. طبعا احنا اللي عم نجربها، بس حيكون ان شاء الله ممكن يكون في سلسلة الها، اذا ما هلأ فلما راح تنزل اللعبة اكيد حيكون الها سلسلة ان شاء الله على قناة العاب استراتيجي. فاذا انتو حابين تتابعوا هاي الحلقات تبعت هاي اللعبة بالمستقبل او ممكن هلأ، فتابعوا قناة العاب استراتيجي، فعلوا الجرس، اشتركوا بالقناة، وبالتأكيد لا تنسونا من اللايكات والشير والكومنت حتى توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وصل الجيش العجيب وهلأ صار لازم نشتغل. طبعا عم بيقلنا انه في عنا هون، وين هذا؟ هوني في عنا هون، طبعا عم بيقلنا هون لازم نحمي هاي المنطقة. اوكي بكرويت هذا اللي هون، we should learn mine blah blah blah, we must blah 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 at guns, let's go. طيب هذا بيقلنا هون انه ناخذ من هون اللي هي هذول، بس خلينا نتاكد هذا شو عنده. هذا رشاشات ثقيله، اوكي. طبعا هدول مثل ما شايفين بيعملوا حفر وبيحطوا الغام، شايفين يوز اكسبلوسيف، بيحطوا الغام طبعا، يعني في عندهم شغلات. هي ما بعرف شو هي، بانديج طبيه هي، وقناصات طبعا. من هون لازم ناخذ خشب هلا حيقلنا، ونعمل شيء اسمه فيك جانز، مدافع مزيفه. هاي المدافع المزيفه حتكون هدفهم لما بصير هجوم احسن ما يهاجمونا النا. فخلينا نجيب لهون كتيبه كمان، This is mine. بس بصراحة أنا دول ما بعرف كيف. الحقيقة أنا دول ما بعرف كيف فينا استخدمون. تعال هذولي انتي تانك، هذولي ضد الدبابات. وهذول هي بي ان دي، بي ام دي مدري شو دينا هاي. اوكي ناخذ هذولي، هذا معه كتير هذا الغام. شو ها بي بي دي درام، ما بعرف شو هذا بي بي دي درام. طيب
هذا ناخذ حرك يا اخي حرك. ميجا توقف سيمو ميجا توقف سيمو. طبعا انا هنلعب ب ب بالروس. كل مدفع طبعا نحن بحاجة ل تنتين. فلهيك خلينا ناخذ دول اثنين لهون اعتقد صار بكفوا لحاله. انا بس بجرب ما نجيبه لهون لحالهم بيشتغلوا. هذا اثنين دول اثنين. لهون في عندنا واحد هون. في عندنا واحد هون. وهي واحد ثاني. لوين لهون. اوكي بعدين عنا لازم ناخذ ليش يس. حلو это нам пригодится. Это нам пригодится. Какие? اوكي ممتاز. هلا خلينا نروح ونزرع الغام. دول كمان يجيبوا نزرع الغام. طبعا المهمات اللي عندنا هلا انه نعمل دول الخمسة فيك وبعدين حلو وصلوا هدول. فخلينا نبلش
مش كده، ما فينك تحطه غير مكان واحد. هذا بيعطيك هي الإشارة لحتى تقدر تحطه، ولا ما فينا تحطه. بلش يعمل المدافع المزيفة. احنا بلشنا نزرع ألغام. صراحة ما عندي فكرة قديش ممكن يكونوا فعالين هذولي، بس ما أعتقد إنه يكونوا كتير، يعني كتير ممكن يكونوا. حاليا معنا بس 20 دقيقة، من 20 دقيقة بقيت 8 دقايق. لازم نحاول نعمل ناقة بالزير. هذا خلص. هذا لسه عنده شوية ألغام. تعال حط لك كم لغم هون. والله عبيناها المنطقة الغام، ما بي غير 5 دقايق لسه، لازم نلحق المنطقة الثانية. ويقا ويقا ويقا.
ده مليان الغام هذا معه. ليش والله خلصته وهذا لسه عنده رغم نحطه هون تاع فرنا شوية الغام وضي شوية يلا أعتقد كنا فاهمين إحنا الموضوع غلط.
Да. ما لحقنا نعمل كتير بصراحة. شوفوا هذا قصف في عنا طبعا هون، احنا في عنا هون هاوين، في عنا هون مدفع، مستلمين الشباب ونازلين ضرب ابو موزه. في عنا هون كمان هاوين، لسه معي 48 لغم. مين معه؟ مين الغام؟ طبعا هذا عم يستكشف.
لا لسه في معنى وقت. خليك اجوا الدبابات. لا 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 يا لعنة. اعتقد مو شغالة الدبابة، خلصت فجرت. في عالم. اعتقد صار لازم ننسحب لهون، بس اول شي لازم ندمر الدبابة. ان شاء الله ما اشوف الدبابة. ها لا تلو اللعين. فعلا ما بتعرفوا تضربوا على اي دبابة. ايوه 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 جيبونا واحد يصلحها. لما صلح الدبابة بصراحة منيحة. تعال
جاينا دبابة من هون بس ما نعرف من وين. اشتغل قصف، اشتغل قصف عليه هون. ممتاز. ايوه ما فينا تمشي. هذا الساتع بينزل. كفو. عمل عمل عمل. الله هيو حرقنا الدنيا. دمرون. اي ربط اب. يصلح من هون. ايه قاعد ناخذ دبابة منيحة. هو في دبابة كمان ترى. منين جاي الدبابة؟ صوت عم يوحي من هون. هيكا صفا.
روب ولدك بيلحق لحق والله. لعين ربيته مع الأمو. ما تدمر لا لا. أيوة بس خلاص. دو دو المفاعية تبعيتنا الصقيدة ما استفدنا منها كتير العمى. لا 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 لو باش راحوا لمدفعيتنا. لعنة الله عليهم. نعم بعيونه. لا لا ما 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 ماتوا اللي بقلبها هاي. وين هدول اللي طلعوا هون؟ دور النيتا. ممتاز اجتنا دبابي. هلا بدنا صامدين. ممتاز معقول. هلا رح تضرب بهاي. اضرب هاي. وين الدبابة تبعيتنا الجديدة؟
هلا بتعرف تدمر هاي دمرته اخيرا. اوب 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 لا لا تا 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 انت تا انت تا انت مهم. اوبا ممتاز دور هاي. ليش انت برا يا عيني؟ ما فينا نصلح واحدة من هدول الدبابات؟ بليز اللي فينا نصلحها. ما فينا والله نصلح، دمر تدميرته كامل. اوف اوه برافو. عما وفي ثلاث دبابات كان بدنا مدفعية صغيرة. لا ما دمرت هاي. اعتقد دمرت خلص. تعال على هاي. وين عم تضرب لك عيني؟ ولد صف شو عم بضرب جنبها مثل المجنون. ايه وين راح المدفع؟
معقول هلا بتعرف تقتله؟ لحظة لحظة، دمرت هي يعني؟ دمرت كأنه ممتاز، وهي دمرت. حلو، لسه في كم جندي صغير. لسه في دبابة هون. اف ايوه، اكلت قذيفة من اولها. العمى اوبا. ما بعرف كم. اوف، بس والله اجانا جيش كبير هون. شايف في جنود هون، ما عرف شوف وينهم. اقصفوه. لا 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 صلحوا صلحوا. وين هذا النبي بيقصفنا؟ هاي اوبا، قديش في دبابات صار. ها شكلنا حنخسر معنا 20 شخص. انتو كمان زودتوها.
حلو، رجعت زي رجعت دبابي. كفو مين بتضرب هاي؟ اوبا شو قذيفته هاي؟ صاروخية بصراحة، هاي مدمرين كلهم مدمرين في هاي. دمرها؟ لا كفو الساعات اي شغالة والله. منيح ما بتتحرك. اوه كفو، مين بينا؟ خالصين بينا. دبابة هون وينها؟ عليك هاي ما مبينة. قديش في دبابات العمل، قديش في دبابات. ايو دور هاي مدفع، شلل رجليها. ضربها 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 ضربها. مين عم تقصف؟ مين عم تقصف؟
مدفعية بعيدة ما أنا مدمرة مدمرين زي هذا راجع على استسلام حرام يا حرام كيف تدمرت انا؟ ايه؟ دول نيني شو؟ جيب الوقت المناسب بس في دبابة لعيني هون نعمة بعيونها الدب اعتقد ما سمع فيها هي
داو البني آدم كمان ممتاز والله. Точно? Какие будут указания? يا عرام ما لنا غير هذا المنقذ تبعنا. ما بي غيره ينقذنا، يصلح الدبابة وينقذنا. أهاجم مين عم ينقصنا؟ غير دول ثلاثة. وهاجم ربيعنا. في واحد هو متراجع متخبي اللعين. هو لعب وسطنا بس ما بيقدر يصيبنا. هيدا أحسن ها. واي وقت الصلاة дальнейших указаний. بدنا صندوق تصليح. Готово работать.
عم هذا اللي اخذناه نحن شو ها؟ هذا اسلحة هذا رصاص لحظة شوي لحظة شوي اها هذا الريبير كيت يا بي وصلنا كمانجير معه كتير هذا يلا صلعوا خلصونا ما بي غيره مشكلة في دبابتين يعني مو شايفين غير واحدة من لون ما بي عندي غير ما بي عندي غير جندي واحد بده يقدر يعمل الجندي بس في جنود فينا نساعدهم اعتقد هي اخر دبابة مجرد ما دمرناها خلص فزنا او ماتوا طب لحظة شوي شلون كمان بيصلحوا تصلية لعينة بصيبو شو بدك تصلح لتصلح يا مسكين دبابة عيفاني حالة بس مشتي اعرف مين هذا اللي عم يضربني ايه صلح المقدمة ممتاز آه لا واخيرا قتلوا
يعني نصلح هاي تبع الهي مشان نروح لهذيك لعند هذيك ونرحلون. هلا بعد ما نخلص هلا تصليح يقوم يخلص بنزين الدبابة. راح الشغل على الفاضي. والله يا صديق يلا. برافو صلح صلح الجنب ممتاز. ورجيني انه هو عم يصلحه ولا هو. ها صلحه. رجعت جديدة وكالة. نصلح المقدمة هلا وخالصين. ما قدامنا خيار تاني غير انه ندمر الدبابات هذوليك بهي الدبابة. اذا ما قدرنا ندمر الدبابات هذوليك بهي الدبابة فكل شغلنا بصراحة راح الفاضي. ما بعرف هي انو اقوى دبابة هاي ولا هديك، بس انا هي حسيتها اقوى شي. فيك الربير. نو. اعتقد ما في حدا هون، تعالوا نشوف هدول الدبابات. اذا في شيء تصليح ما تصليح. نو выступаю немедленно. تعال ناخذها. اوه 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 اوه. نعم منين اجوا هدول؟ داوي حالك داوي حالك داوي حالك. مشكلة لا هون في حقل الغام انا زرعته. تعالوا نحاول نهرب من هون. بلش يضرب الدبابة. تا ضربة ضربة. ايوه ممتاز.
شافوا اوبجكتيف كومبليتد. ما كان باينة غير الدبابة يعني ما عندنا خيار تاني. اوف تحايلنا على الموضوع. فليك اجونا جيش من ورا شو هذا شوي. لا هذول ما اجونا جيش من ورا، هذول اللي كانوا بقيانين او اللي انسحبوا اعتقد. هيكون هذول انسحبوا فتحوا لنا اياها هلا بس. خلاص شفنا الخريطة كلها. واو كفو دمرون عنه أبوهن. دبابة واحدة ما كان ناقصنا غيرها. أيوه أعتقد هي خلصنا. طبعا هنا بيقولوا إنه objective complete. هو بجوز لازم نقتل كل الجنود مثلا. وين راح هي؟ عجبه اللعبة. هذا لساته قاعد هون. خلص تروك لك عمي تروك. وين دبابتنا؟ بلد الدمي كان ما خلص عمرنا الدمي كان مش الحال. شو بلد الدمي كان خلصت اعتقد هيك خلصت بس لسه. اوصل بالرشاش لك عمي. دبح ودبح.
أعتقد هي خلصت حلقتنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول. وهي كانت مثل ما قلت لكم كانت عبارة عن التجربة للعبة، بدنا نحصل عليها الحمد لله قبل بوقت فحتى نجرب لكم إياها. فكرمال هالشي هذا أنتوا أنا بدي منكم بس تدعمونا باللايك والشير والكومنت حتى نقدر نوصل لعدد أشخاص أكثر، وبالتالي أكيد نجرب ألعاب أكثر. فلا تنسونا من الدعم. هلأ صافينا نودعكم ونقلكم يومكم سعيد.